قاعدين لان ادفوكات ما يعرف اللاعبين نمبر 7 ونمبر ما يعرف اسمائهم اي ما يعرف نمبر 7 ونمبر 2 ونمبر اي اي والله قوية اي والله ما يعرفهم الا اقول لك هيك يعني ما يعرف اللاعبين كابتن عباس في تضحك لا حول ولا قوة الا علي وش تضحك نمبر 7 صدق اي والله نمبر 7 ونمبر 2 وكذا ما يعرف اللاعبين حيرالي يعني مدرب بالمراسلة ثلاث أيام كابتن علي الله يخليك يعني أنت ما تعرف الأمور قبل المباراة بثلاث أيام يجي للدوحة ولا يوصل بغداد ومو العقد ماله مبهم ما نعرفه شنو هسه خلينا نشوف عقده ولا يجيك للعراق وبالمراسلة وماخذ له مليار وشوية أموال الشعب العراقي المدرب إذا ما يعرف اسم اللاعب يأثر على نوعية التدريب على شكل المباراة بصراحة يأثر على نوعية استغفر الله أنا صوت الجمهور ذاك اليوم بس سمعته قال عبود عبود يمكن محمد على عبود اي والله والله بكيفك كابتن شنو اليوم شنو اليوم شنو اليوم ما يعرفهم والله والله ما يعرفهم رجل كبير 75 سنة يعني تدري ركزوا وما يجي للمراسلة تأثر بنوعية الإرسال كيف انت كمدرب من تخاطب لاعب يجب ان تخاطبه باسمه ويجب ان تكون عينك بعينه حتى تاثر به حلو ومفرداتك يجب ان تختارها مفردات محترمه وسهله وذات طابع مهني فذا ما يعرف اسم نمبر ونمبر والله أنا وصلت ترى معلومة من يعني واضح لا طرحت في كرة قبل أسبوع أيضا ما أتذكر منه ذكرها فضل على كابتن رحيم الرجل يترجم إنجليزية شوية وبتروفيتش بس كابتن رحيم اللي يوجه ويعرف زين غياب أحمد إبراهيم تحدي